Zero Agrowaste competition. From waste to wealth. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمريكا وأوروبا وكل الدول المتقدمة بنلاقيهم بيهتموا جدا بعملية تدوير المخلفات الزراعية، وخاصة المخلفات الناتجة عن مصانع الأغذية. بيعيدوا استخدامها مرة تانية في صناعة منتجات جديدة زي المنتجات الغذائية. النوع ده من الأغذية بيسموه الأغذية الوظيفية. يعني إيه أغذية وظيفية؟ يعني هي الأغذية التي لها القدرة على القيام بدور وظيفي في جسم الإنسان، زي قدرتها الوقائية ضد العديد من الأمراض، بالإضافة لقيمتها الغذائية العالية. على سبيل المثال هنلاقي في أمريكا بيستخدموا المخلفات الناتجة عن تصنيع النبيذ زي البذور في صناعة مسحوق بذور العنب، بيتم تعبئته وتغليفه وتسويقه كمنتج قائم بذاته، أو بيتم استخدامه في صناعة منتجات جديدة زي زبدة بذور العنب، أو بيتم استخدام بذور المانجو في صناعة مسحوق بذور المانجو، أو استخدام بذور القرع العسلي في صناعة مسحوق بذور القرع العسلي. وقياسا على ذلك، لو انت دورت في الوطن العربي هتلاقي عندنا كميات هائلة جدا من مزارع النخيل، لدرجة ان وصل الانتاج العالمي من التمور عام 2018 حوالي 8 مليون طن، ووصل انتاج العالم العربي من التمور اكتر من 92% من اجمالي الانتاج العالمي، بالاضافة ان احنا عندنا حوالي 2000 صنف من اصناف التمر في العالم. إذن هينتج عن عملية تصنيع وإنتاج التمور كميات هائلة جدا من المخلفات، وبيعتبر النوى أهمها كمخلف رئيسي، وبيتم التخلص منه عن طريق رميه أو عن طريق استخدامه في تغذية الحيوانات. ولكن أنت كمستهلك إذا عرفت أن القيمة الغذائية للنوى عالية جدا، لأنه بيحتوي على من 5-7% بروتين، ومن 10-20% ألياف، ومن 55-65% كربوهيدرات، بالإضافة إلى محتواه العالي من مضادات الأكسدة، إذن هينتج عن عملية إضافته لبعض المنتجات الغذائية أغذية تندرج تحت بند الأغذية الوظيفية، لأن له القدرة على القيام بدور وظيفي في جسم الإنسان، زي أنه بيخفض مستوى السكر في الدم لمرضى السكر، أو بيقلل من الوزن بالنسبة لمرضى السمنة، بالإضافة لقدرته الوقائية ضد العديد من الأمراض زي مرضى القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطانات زي سرطان القولون. وفي الحالة دي بتعتمد فكرتنا على تحويل مخلفات التمر وبالأخص النوى إلى مسحوق مجفف أو محمص عن طريق تجفيفه ثم طحنه أو تحميصه ثم طحنه، وإنتاج مسحوق نوى التمر المجفف أو المحمص، بستخدمه بعد كده في تدعيم بعض المنتجات الغذائية زي منتجات اللحوم ومنتجات المخابز، وبتكون الإضافة عندي بنسب محددة عشان ما يحصلش تأثير سلبي على الخواص الحسية، وبالتالي المستهلك مش هيتقبل المنتج. ممكن استخدم نوى البلح المحمص والمطحون في انتاج بعض المشروبات الساخنة زي القهوة الخالية من الكافيين، وبالتالي هينتج عن عملية الإضافة لبعض المنتجات الغذائية اللي احنا اتكلمنا عنها رفع في القيمة الغذائية، بالإضافة إلى رفع في جودة المنتج، بالإضافة إلى خفض سعر المنتج، وفي نفس الوقت تعتبر أغذية وظيفية أقدر أوجهها لبعض الفئات الخاصة زي المرضى، زي كبار السن، زي الأطفال، وبعض المستهلكين اللي بيهتموا بتناول غذاء صحي. وبالشكل ده أنا أكون أقدر أغطي قطاع كبير جدا من جميع فئات المجتمع بما فيهم الفئات الخاصة. صحتك في غذائك. لو عجبتك الفكرة اعمل لايك أو شير أو سيب لنا رأيك في كومنت. كان معكم نادية محسن.